عاوزين حق الشهيد، عاوزين حق الشهداء اللي ماتوا في الله، عاوزين استقرار البلد الله يرحمه. يا جماعة الإخوان، كان أي حاجة كانوا بيطلبوها في المركز كده ده السما كانش بيأخر معهم في حاجة، كان فاتح لهم المكتب إن هم موجودين، أي شكوى بيعملها مفيش بينقلوش حد للنيابة، ما بينقلوش حد بيحلوها ودي. كانوا مسمينه عندهم شيخ العرب، فازاي الشيخ العرب يعملهم فيه كده؟ الشيخ العرب بتاع كرداسة ازاي انهم يعملهم فيه كده؟ كان ما كانش ظابط الله يرحمه، يعني كان بيقول لي دول زي اخواتي، ان كان مهدي ولا ان كان نصر غزلان ولا ان كان اي حد من اللي كانوا موجودين. اللي احنا عرفناه اللي هو موت الله يرحمه اسمه رشيدة، الله يرحمه عمل له كشك قدام المركز عشان خاطر يمشي كويس ويمشي بمرض الله، لكن للأسف برضك خونة الإخوان دولت، خونة جماعة إرهابية زي ما بيقولوا. يعني كنا الأول كنا بنقول إن هم غلبانين وكويسين والناس كلها كانت بتعطف عليهم وماشيين معهم كويس، لكن اتضح فعلا إن هم جماعة إرهابية وما ينفعوش في قلب البلد خالص، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. يعني حضرتك السبتيك ولا انا داخل مدرسه جامعه عبد الناصر واخد دلوقتي ثانويه ان شاء الله؟